وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية عبر الهاتف السيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي للدراسات. سيد جاسم، أهلا بك معنا. إذا مع كل الإجراءات الأمنية المتخذة الآن في مطارات ومداخل الدول الغربية، ما يزال الموالون لداعش العائدون من سوريا والعراق مثلا إلى تلك الدول يتمكنون من المرور والدخول دون عقبات والقيام بهجمات إرهابية، إلى ماذا تعزون ذلك؟ هذا يعكس بأن هذه الجماعات المتطرفة وخاصة تنظيم داعش له قدرة على التحرك عبر الحدود بسبب عدد الجنسيات الموجودة داخل هذا التنظيم، إضافة إلى أن هذا التنظيم أيضا من التنظيمات الذكية، يعني له خبرة استخباراتية في استخدام الوثائق وتسجيل الوثائق وكذلك يعني الالتفاف حول القوانين التي تفرضها أو المراقبة التي تفرضها أجهزة الاستخبارات، يعني فلذلك نلاحظ أنه عودة هؤلاء ربما لا تكون مباشرة إلى أوطانهم وإنما يسلكون الدول ومعابر حدودية بشكل غير مباشر للعودة، فإذا من الصعوبة رصد هذه الجماعات بسبب الوثائق المزورة وخبرات هؤلاء في الالتفاف على القوانين. نعم. طيب، بالإضافة إلى الوثائق المزورة والأسباب اللي ذكرتها حضرتك سيد جاسم، أغلب الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم كشفت التحقيقات الاستخباراتية وجود ملفات إجرامية إرهابية سابقة لديهم، كيف تنظرون إلى ذلك؟ هل تجدون أن هناك مثلا تماهل في متابعة هؤلاء من قبل السلطات طبعا في تلك الدول؟ هنالك نقص من قبل السلطات في متابعة ورصد المطلوبين في السجل الجنائي والسجل الإرهابي، إضافة إلى ذلك هنالك فجوة داخل دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا بأنها لا تربط ما بين السجل الإرهاب والسجل الجنائي، برغم أن هنالك منصات افتراضية بدأت تشغلها المفوضية الأوروبية لربط هذه السجلات الإرهاب والسجل الجنائي، يمكن الدول الأعضاء على الدخول على البيانات، لكن للأسف ما زالت هي غير كافية، فلذلك نلاحظ أنه عدد من المتورطين هم من أصحاب السجل الجنائي، لكن أجد أنه في حادثة برشلونة وهم لا يوجد لديهم سجل جنائي، وهذه خطوة أو تكتيك جديد بدأ يتبعه تنظيم داعش للإفلات من المراقبة والرصد. نعم. سيد جاسم، في هجوم بولندا أحد المشتبه بهم مغربي عمره 18 عام، كشفت التحقيقات أنه لم يسافر إلى أي دولة يتواجد فيها أفراد داعش، برأيكم كيف يتم التواصل من خارج البلاد والتغرير بضعاف النفوس وكيف يمكن التصدي لذلك؟ هنالك خيارين للتنظيم، أما من خلال الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التجديد، وهنالك ايضا من يتم تجديده ايضا عبر وسيط موجود على الارض سواء كان في هذه الدوله او دوله اخرى، يتم تجديده ويتم الاتفاق، اما موضوع الحصول على التقنيه والتدريب هذه العمليات مثل ما جاء في تقريركم انه لا يحتاج الى التدريب مثل ما وصفتوه بانه هو ارهاب رخيص لا يحتاج الى التكين والمداهمات او عمليات دهس العجلات. فاذا الدعايه المتطرفه وكذلك من خلال وسيط، ما عدا هنالك خيار ثالث هي الثياب المنفرده التي لا تكون مرتبطه بالتنظيم ولا تكون عمليات من وحي. سيد جازم، اعذرني في دقيقه من الوقت، نعود الى ذات السؤال الذي طرح ضمن التقرير الذي عرضناه، كيف يمكن ابقاء خطر الارهاب بعيد في ظل انتشار الارهاب السهل او الرخيص كما يسمى الذي لا يحتاج فيه الارهابي الى ادوات او معدات تثير الشكوك بنواياه الارهابيه مثلا قيادة سيارة؟ هذا النوع من العمليات لا يمكن إيقافه، هنالك إجماع لدى جميع أجهزة الاستخبارات بأنها لا يمكن التسهم بهذه العمليات ولا يمكن إيقافها، فإذا هذا السيناريو وهذه العمليات ممكن أن تتكرر، وجد أن تنظيم داعش يراهن على هذا النوع من العمليات وممكن أن تشهد تصاعد خلال هذه الفترة. نعم. شكرا جزيلا لك، حدثنا من مدينة بون الألمانية عبر الهاتف السيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي للدراسات.